النشد الجماهيري اللي دعت له نقابة العاملين ومجلس اتحاد الطلبي لتجسيد ثقافة نصرة الأسرى والدفاع عن حقوقهم. رسالة نوجهها إلى القيادة الفلسطينية على رأس الأخ الرمز محمود عباس أبو مازن من أجل أن تكون الأولويات لقضية الأسرى في المفاوضات الجارية حاليا. تحية إلى الشهيد البطل فيصل أبو حمدية والشهيد البطل عرفات جرادات وقائمة الشرف تطول بآلاف. أؤكد أن الإفراج عن الأسرى المرضى يجب أن يكون في أقرب وقت ممكن، لأنه لا يمكن الانتظار طويلا لهؤلاء الذين سرطان شلل أمراض خطيرة جدا، يجب أن يتم الإفراج عنهم حتى يتلقوا العلاج المناسب. الوقفة مع أسرانا الأبطال، أبناء كلنا من أجل المناضلين الأبطال بكافة الوحدة الوطنية. إذا بتكون متحققة إحنا بننجز أي إشي للأسرى، بننجز ممكن يتحرر الأسرى بالوحدة الوطنية. طول ما فيش وحدة وطنية ما بيتحقق ولا عمرهم بتحرر الأسرى. فإحنا يعني عنا في الجامعة داخل جامعة الخليل موجودة الوحدة الوطنية، إحنا مع بعض وكلنا إيد واحدة.